السلام عليكم ورحمة الله. هذه المحاضرة بعنوان Design Method Based on Height of Transfer Units، حساب ارتفاع الحشوة أو حساب ارتفاع الكولوم بالاعتماد على ارتفاع وحدات الانتقال. الترانسفير يونت أو وحدات الانتقال هي عبارة عن وحدات افتراضية موجودة في داخل الكولوم. نفرض بأنه الكولوم يتكون من مجموعة من وحدات الانتقال، فإذا حسبنا عدد هذه الوحدات وارتفاع كل وحدة من هذه الوحدات نقدر نحسب ارتفاع الحشوة، وهذا راح يتم كما يلي. سابقا بالمحاضرات السابقة اشتقينا معادلة لارتفاع الكولوم بصورة تامة بالشكل التالي، وقلنا بأنه total height يساوي تكامل من ال y2 إلى ال y1 في أو عفوا ال gm في ال dy مقسوم على ال ky في a في 1 ناقص y في ال y ناقص ال y interfacial. هذه المعادلة اشتقيناها مسبقا لحساب ارتفاع الكولوم بالاعتماد على ال individual glass face mass transfer coefficient based on mole fraction. اكو عندنا ملاحظة تقول بانه الحد اللي هو عبارة عن gm مقسومة على ال ky في ال a في 1 ناقص ال y interfacial mean، هذا تقريبا يساوي لنا ثابت، مع العلم انه الجي ام متغير والواي هي متغير، لكن مقدار الجي ام على 1 ناقص ال y interfacial mean هذا المقدار ثبتوا بانه كميته تقريبا ثابته، وتوضيحه موجود بالمحاضرات الورقيه كملاحظات، لكن هذا غير مطلوب من عندكم في الوقت الحالي. لكن اللي مطلوب عندكم بالوقت الحالي بانه تعرفون الجي ام تقسيم الكي واي في الاي في 1 ناقص واي اي اللوج مين، يعني طبعا راح تصير كمين، هاي تكون كانها ما ثابته، حيث انه تعريف هذا المقدار اللي هو عباره عن 1 ناقص الواي انترفيشال مين، هذا هو عباره عن كميه لوج مين اللي هي تساوي 1 ناقص الواي انترفيشال ناقصا 1 ناقصا y تقسيم لن القوس الأول على القوس الثاني، 1 ناقصا y interfacial على 1 ناقصا y. هذا المقدار هو عبارة عن 1 ناقصا y interfacial mean. إذا جبنا هذه الكمية وعوضناها هنا فراح نلاحظ أنه هذه الكمية راح تبقى تقريبا ثابتة. هذا الجي ام هو متغير على طول الكولوم، وهذا المقدار هو ايضا متغير على طول الكولوم باعتبار اكو عندي بي واي والواي انترفيشر ايضا راح تتغير، فهاي قيمه متغيره وهذه قيمه متغيره، لكن لقوا عن طريق التجربه انه هذا المقدار بصوره كامله هو راح يكون اشبه بكميه ثابته. فلذلك اذا اجيت على هذه المعادله الاصليه اللي موجوده عندي هنا واجيت ضربتها في 1 ناقصا واي انترفيشر لوج مين، 1 ناقصا y interfacial log mean، وهنا أنا ايضا خليت 1 ناقصا y interfacial log mean، يعني كانما هذه المعادله ما غيرت فيها شيء، ضربتها في مقدار وقسمتها على المقدار فكانما وقع عندي نفس المقدار يساوي 1. راح تصير عندي هذه المعادله كما يلي: ال h total اذا اجي اريد احسبه، وطبعا قلنا بانه من جينا ضربناها في كميه محدده، هذه الكميه فقط ضربنا عليها وضربنا بها وقسمنا عليها فصلنا كلمة صارت عندي 1، فراح يصير عندي معادلة بالشكل التالي: راح يصير عندي ال h total راح يساوي تكامل، هنا راح اخلي ال y a او اقدر اخليها بدون ال y a ماكو مشكلة، مرات في بعض المصادر يذكرون بشكل y a، فراح يصير عندي كلمة بالشكل التالي: ال y a 2 الى ال y a 1، وطبعا ال y a هو عبارة عن مول فراكشن مالت السوليوت، للمقدار التالي اللي هو عبارة عن الجي ام في 1 ناقص الواي انترفيشال لوج مين في دي واي مقسوم على الكي واي في 1 ناقص الواي اي انترفيشال لوج مين في الانترفيشال سبيسيفيك اريا في 1 ناقص الواي اي في الواي اي ناقص الواي اي انترفيشال.
وطبعا اقدر احذف السبسكريبت الاي الموجوده عندي هنا، باعتبار انه احنا اصلا متفقين بانه شكو عندي كونسنتريشن، هذا راح يخص لي ماده السوليود. فحتى في حاله لو ما خليتها اقدر اعتبر بانه هذه القيمه مالتي هي كانها ما تمثل السوليود. فاعيد ترتيب المعادله بعد استخراج القيمه اللي فرضنا هي اصلا راح تكون عندي ثابته. فرضنا قبل قليل وقلنا بانه الكميه اللي هي عباره عن الجي ام تقسيم كي واي في الاي في واحد ناقصا واي اي انترفيشال لوج مين، هي عباره عن كميه ثابته. فاقدر اقول بانه هذا المقدار الموجود عندي هنا هذا عباره عن كميه ثابته، فلذلك هذا اقدر استخرجه خارج التكامل حتى تصير عندي المعادله بالشكل التالي. راح يصير الاتش توتال راح يساوي لي الجي ام مقسومه على الكي واي في الاي في واحد ناقص الواي اي ترفيشال لوج مين، والتكامل راح يبقى كطرف ثاني. فالتكامل راح يصير راح اجي هسه اقول من الواي اي 2 الى الواي اي 1 ابقي الحدود المتبقيه عندي اللي هي بالباص تتبقى عندي عباره عن واحد ناقص الواي انترفيشال مين في الدي واي، وبالنسبه للمقام بقى عندي فقط واحد ناقص الواي ابقيها الاي او احذفها ماكو مشكله في الواي ناقص الواي انترفيشال. هنا انا بقيت الواي بحدود الاي عفوا واحذفتها بحدود اخرى حتى اوضح بانه وجودها وعدم وجودها ما راح ياثر باعتبار انه في جميع الحالات الواي راح يشيل الى السوليود. فصار عندي واحد ناقص الواي وواي ناقص الواي انترفيشال. هذا الحد الموجود عندي بالطرف الاول هو عباره عن حد ثابت. هذا الحد هو عبارة عن حد ثابت راح ارمز له بالرمز ال H T G، فلذلك راح اجي اعرفه بشكل اخر باعتبار انه عبارة عن قيمة ثابتة. فراح اقول اذا نقدر نقول بانه total height of the column يساوي لي H T G في تكامل من ال Y2 الى الواي 1 للمقدار واحد ناقص واي انترفيشال لوج مين على واحد ناقص واي في واي ناقص واي انترفيشال، وطبعا هذا للدي واي، حيث انه ال HTG مثل ما عرفناه هو عبارة عن كمية ثابتة، ونقدر نقول بانه ال HTG يساوي الجي ام مقسومة على الكي واي في الاي في واحد ناقص الواي انترفيشال مين، ويساوي الجي ام مقسومة على الكي واي برايم في الاي، حيث انه هذا المقدار اللي هو عبارة عن الكي واي في هذا المقدار رمزت له بالرمز كي واي برايم، يعني هاي عندي الكي واي برايم تساوي لي الكي واي مضروبه في واحد ناقصا واي انترفيشال مين. في بعض المصادر يعطونيها ككي واي برايم اللي هي عباره عن الكي واي في واحد ناقصا واي انترفيشال لوج مين، فاقدر استخدمها بصوره مباشره باعتبار هي نفس الكميه. هذا المقدار نسميه الهايت اوف ترانسفير يونتس، اتش تي جي هو عباره عن هايت اوف Gas Transfer Units. وبالنسبة للحد الآخر يعني هسه HT هو عبارة عن الارتفاع وحدة الغاز، أما بالنسبة للحد الآخر اللي هو البقع D اللي هو عبارة عن تكامل من الـ Y2 إلى الـ Y1 للمقدار واحد ناقص الـ Y Interfacial مين مقسوم على واحد ناقص الـ Y في واي ناقص الواي انترفيشال الدي واي، هذا ايش راح يساوي لي؟ هاي نسميه number of individual gas transfer units، هاي راح نسميه number of individual gas transfer
units اللي هو عدد وحدات انتقال الكتلة، بينما هذا اللي موجود عندي هنا فهاي هي عبارة عن ال HTG، هاي راح نسميها ال height. height of individual gas transfer units اللي هو عبارة عن ارتفاع ال individual gas transfer units. هنا ال individual باعتبار انه ال mass transfer coefficient اللي استخدمناه هو عبارة عن individual، وايضا قلنا gas لانه ال KY هو ايضا خاص بالغاز. فإذا أقدر أقول بأنه ارتفاع الكولوم أو الـ H total تساوي لي الـ number of gas transfer units اللي هو هذا رمزنا له بالـ DY، أقدر أسميه عبارة عن الـ NTG أو في بعض المصادر الموجودة بالرمز الـ NTUG، فهو عبارة عن الـ NTG في HTG. ومثل ما قلنا هاي الـ NTG هو عبارة عن number of units أو العدد، وبينما هذا الـ HTG هو عبارة عن الـ height. فعدد الوحدات الانتقال في ارتفاع كل وحدة من هذه الوحدات راح ينطيني ارتفاع الكولوم أو راح ينطيني ارتفاع البرج عن طريق الـ transfer units. بهاي الحالة اشتقيناها بالنسبة للـ NTG والـ HTG، هي عبارة عن number و height، واثنيناتهم راح يكونون للـ individual transfer units، واثنيناتهم في حالة الـ gas phase. individual بسبب انه الـ mass transfer coefficient اللي استخدمناه هو عبارة عن الـ ky، و gas مثل ما قلنا باعتبار انه الـ ky هو ايضا خاص بالـ gas phase. اقدر استخدم عدة اشكال من الـ mass transfer coefficient، فراح تكون عندي بالاشكال التالية. في حالة اذا استخدمت الـ liquid phase mass transfer coefficient فراح اقدر اقول in case of individual liquid phase mass transfer coefficient راح تصير عندي المعادلة بالشكل التالي. total height مالت الكولوم راح يساوي لي NTL أو الـ HTL في الـ NTL، حيث أنه الـ HTL راح يساوي الـ height of individual liquid transfer units. وبالنسبة للـ NTL راح تساوي لي number of individual liquid transfer units. وبنفس الطريقة أقدر أعرفها بالشكل التالي، أقدر أقول بأنه الـ HTL تساوي الـ LM مقسومة على الـ KX في الـ A في واحد ناقص الـ X interfacial mean. وهنا أيضا هذه الكمية تقريبا راح تكون عندي ثابتة، هذه الكمية تقريبا راح تكون عندي ثابتة، واتبع نفس الطريقة اللي اتبعتها مسبقا في طريقة الـ gas phase coefficient. أيضا أجي أضرب وأقسم بالمقدار واحد ناقص الـ x interfacial log mean، بعد ذلك أطلع الحد الثابت خارج التكامل ويصير عندي كأنما الـ HTL. أما بالنسبة للحد المتبقي اللي هو number of liquid أو individual liquid transfer units هو الـ NTL، فراح يكون بالشكل التالي، راح يصير عندي الـ NTL يساوي تكامل من x2 إلى x1 للمقدار المتبقي بعد اتباع نفس الطريقة السابقة اللي هو عبارة عن 1 ناقص عن x interfacial log mean في dx،
مقسوم على 1 ناقص x في x interfacial ناقص x. هذا فيما يخص الليكويد فيس. وطبعا مثل ما عرفنا اللوج مين سابقا، نجي نعرفها هسه حاليا. بالنسبة للاكس راح تكون عندي بالشكل التالي، نقدر نقول بأنه المقدار 1 ناقص x interfacial log mean راح يساوي 1 ناقص x ناقصا 1 ناقص x interfacial مقسومة على لين القوس الأول على القوس الثاني. القوس الأول هو عبارة عن 1 ناقص x، والقوس الثاني هو عبارة عن 1 ناقص x interfacial. فهذا صار فيما يخص الـ individual liquid phase mass transfer coefficient اللي هو بدلالة الـ kx. أما في حالة إذا استخدمنا الـ overall gas phase mass transfer coefficient فراح تكون عندي المعادلة بالشكل التالي. فراح أقول in case of overall gas phase mass transfer coefficient راح يصير عندي المعادلة بالشكل التالي. راح يصير عندي الارتفاع الكلي اللي هو عبارة عن h total راح يساوي لي ht og في nt og، وال ht og هو عبارة عن الهايت of overall gas phase transfer units. gas phase transfer units وبالنسبة للمقدار اللي هو الـ NTOG راح يساوي لي الـ number of overall gas phase transfer units. ايضا نفس الطريقة اذا اجي اتعرفها اقدر اعرف الـ HTOG بالشكل التالي. اقدر اقول بانه الـ HTOG تساوي الـ GM مقسومة على الـ KOI اللي هو عبارة عن الـ Overall Gas Phase Transfer Coefficient في الـ A في 1 ناقص الـ Y. هنا ما راح يصير عندي Interfacial وإنما راح يصير عندي Star باعتبار أنه الـ Mass Transfer Coefficient هو Overall، وأيضا راح يصير عندي كأنما Log Mean. وبالنسبة للـ NTOG اللي هو Number of Overall Gas Phase Transfer Units راح يكون عندي بالشكل التالي. راح يصير تكامل من الـ Y2 إلى الـ Y1 للمقدار 1 ناقص Y star log mean dy مقسومة على 1 ناقص Y في الـ Y ناقص Y star. هنا أيضا استخدمنا الـ Y star باعتبار أنه الكمية الموجودة عندي هو عبارة عن overall gas phase mass transfer coefficient، فلذلك الـ Y star راح تكون هي البديلة. وأيضا أقدر أعرف هذا المقدار كما عرفت الساقات اللي قبلها، أقدر أقول بأنه الواحد ناقصا الـ Y star log mean راح يساوي لي واحد ناقصا Y star ناقصا 1 ناقصا y مقسومة على لين 1 ناقصا y star مقسومة على 1 ناقصا y. وهذا المقدار ايضا مثل ما قلنا في حالة اذا دخل على هاي الكمية الموجودة عندي هنا راح تكون كأنما هذا المقدار كأنما راح تكون كميته هي عبارة عن كمية ثابتة.